السلام عليكم الاخوان، كيف راكم؟ كلشي مزيان؟ كنت جالس عادي ما بيا ما عليا، يعني كنت خدام على الطيور، ساليت طلعت مرتاح واحد شويه، وفاش كنكون كنرتاح كنجاوب على التعاليق ديالكم. تحياتي لكم، شكرا بزاف على التعليقات المشجعه تاعكم. ولكن واحد التعليق، تنحترم الراي ديال مولاه على قلت الله اكبر. يعني اسمحوا لي الاخوان، ساليت تيسالي الاذان ونكمل لكم. الله يتقبل من الجميع. نكمل الموضوع يا الاخوان. كنجاوب على التعليقات الزوينه ديالكم والمشجعه ديالكم وقت ما ساليت، وكنعاود نهبط عاوتاني نكمل الاشغال ديالي. ولكن دابا فاش كنجاوب على التعليقات تاعكم تاع اخر حلقه، وقفني هذا التعليق هذا تاع الاخ. اول حاجه بغيت نقول ليه شكرا لك من هذا المنبر وتحيه لك، ولكن ما عجبنيش التعليق ديالك، هكاك اش بغيت نعقب عليه. حط لي واحد التعليق، شنو قال لي؟ قال لي تغيرتي بزاف من الاول ديالك لدابا. في الاول ديالك كنتي كتعطي الاثمنه وكتقول كل شيء، ودابا وليتي كتجيب الطيور وكتشريهم من القريعه وما كتقولش لينا الاثمنه. اول حاجه بغيت نجاوبك عليها هو انت قلتيها، في الاول ديالي كنت كنقول الاثمنه، والارشيف ديالي كله باقي في القناه، يعني دوك الاثمنه اللي كنت كنقول قدام، عرفتي انت تقدر تهضر معايا ولا تحط لي هذا التعليق. هو كون انا مسحت الحلقات القدام باش نتسيف عليكم زعما في الثمن، ولكن انا ما كنتسيفش في الثمن، انا الحمد لله في صباغتي وخدام بالوعود ديالي اللي كنعطيكم سابقا، اللي هما شنو هما؟ الاثمنه القديمه اللي عندي راه باقيين في القناه، يعني داكشي اللي كنت كنقول قديما في بداياتي هما باش غنبيع، لا قدر الله الا وليت كنبيع انا راه داكشي باش غادي نبيع، يعني ما غاديش نزيد عليكم درهم، وما غاديش نقول لكم انا ديك الهضره نتاعت لا السوق غلا، الماكله غاليه ولا هذه غاليه ولا هذه غاليه، خصني نزيد انا الثمن في الطيور، لا، داك الثمن القديم اللي كنتو نتوما حاقريني، الناس اللي بحال هذا التعليق كانوا حاقريني ديك الساعه وتيقولوا لك انت كتجيب لنا الاثمنه من راسك وكتقول لي اللي بغيتي وكدير اللي بغيتي. انا ما مسحتش القديم ديالي، خليته وخليت الاثمنه، وهذوك الاثمنه اللي كنت كنقول في القديم اللي نتوما كهوات ومولعين نجاو المغرب اللي كنا كنقولوا كنتو كتحاربوني وكنتو كتقولوا هذا ما كينتج ما والو كيدير الهضره من راسو، انا خليت الحلقات، ونهار ان شاء الله نبدا نبيع غادي نبيع بهذوك الاثمنه اللي كنت انا كنقولهم وكيحاربوني الهوات نتاع المغرب من طنجه للقويره، ما كاينش اللي ما كانش حاربني، يلا مؤخرا بداو تيتقربوا ليا، ولكن اغلبيتهم كانوا تيحاربوني، واغلبيتهم كانوا ما تيحملونيش، وكانوا ما بغاونيش نهضر، حيت الا خرجت بشي حلقات الاثمنه ما تيحملونيش بها، هكاك علاش انا دروكا فاش كنشري ما تنقولش لكم الثمن، نقول لكم علاش، اجي نقول لكم علاش. اول حاجه السبب الرئيسي هو انني انا كنطبق الوعود اللي كنت كنوعدكم بها، انني كنحاول نملك السوق ان شاء الله بحول الله، بمعنى كنشري جميع انواع طيور الزينه اللي كاينه في السوق والببغاوات باش نجيبهم لعندي هنايا وننتج بهم، ومنين ننتج نبيع لكم اولاد فيهم خاتم عاشق الببغاء، مملكه عاشق الببغاء رقم واحد. رقم جوج، دابا انا كنتقاتل الله اللي عالم المجهودات اللي دايرين باش نملك اغلب انواع طيور الزينه والببغاوات، باش انت مول هذا التعليق ولا اي واحد اخر جيتي عندي بتلقاني كنت قلت حلقات قدام فيهم شي نوع، بتجي بتلقاني انا كنبيعو وكاين عندي، وداك الثمن تاع 4 سنين ولا باش شحال من عام داز، داك الثمن اللي كنت كنقول هو اللي باش كنبيع لك، وما كنديرش ديك لا انا كنوكلهم اللوز والكركاع ولا انا كندير لهم، ديك الهضره ما كايناش، الثمن تاع الطيور راه باين. هذاك الشيء علاش انا خدامه السيد المحترم مول هذا التعليق هذا، والجواب ديالي نجاوبك نعطيك خاطرك باش انت ما يبقاش فيك الحال. علاش انا ما بقيتش كنقول اثمنه؟ لانني وليت كنجمع السوق، وانت دير راسك بلاصتي باش انت تجمع السوق راه ما غتقدرش. نقول لك علاش، لان الطيور اللي كنشري انا بعض المرات كاينين شي طيور قلال ما كاينينش، نعطيك كمثال واحد الاكليكتوس، انت الا بغيتي كوبلات الاكليكتوس ولا انا ما غنلقاوهاش، ولا لقيتيها كتلقاها عند واحد، وهذاك الواحد كيطلب فيها اللي بغى، علاش؟ لانها ما كايناش في السوق، فهمتي؟ ولا بغيت تجيبها خصك تجيبها من برا، ودابا حاليا الامور نتاع برا معكسه شويه، هكاك علاش ما لقيتش وخصني ندرك، هكاك علاش بغيت كنجمع من السوق، وما انا البرنامج ديالي ما كنتش بغيت نشري من المغرب نهائيا، كنت بغيت ندخل تيوري كلهم من برا بوراقهم بكل شيء ونجيبهم لعندي لهنا ونبدا ننتج بهم ونعطيكم، ولكن منين تعطل هذا الشيء وبغيت تشوفوني كنهضر في الحلقات انا ناوي ندير، ولكن بنبقى نقول لكم هي ناوي ناوي ناوي، بتبقاو تقولوا انتم هذا هي داوي خاوي. هكاك علاش انا طبقت هذه المساله نتاعت بديت كنجيب الطيور، ولعلمكم هاد الطيور اللي جبت راه ما جبت والو، راه يلا 10% دابا اللي جايب انا نتاع الطيور، بمعنى انه راه يتطلق الوقت على برا، راه بغيت نجيب من الهند اكبر دفعه نتاع الببغاوات وطيور الزينه، وتما غيكون داخل فيهم الهياسانت وكوكاتو عود النخيل كنوعدكم بها، وغيجيو ببغاوات بجميع انواع واشكال واصناف الكبيره والطفرات، باقي بغيت نجيبهم، دابا كنقول لكم هي كنلعب، راه قلتها 7000 مليون مره وكيتسحابكم انتم انا يداوي خاوي، راه هي كنلعب،
هادشي كوري كتشوفوا عندي غير اللعب. ودابا باش نتوما نثبت لكم انني راه كنهضر هكا كاش كنمشي كنشري من السوق اللي ما حاملش انا اصلا، ولكن كنشري منه. علاش؟ هيبين ما تطلق الامور على برا ونطلع لكم طلعات الهند وغنجيب دفعه اكبر دفعه الببغاوات كنوعدكم بها. هادي ونجي لك خاطرك انت فهاد التعليق ونجي نقول لك الاثمنه. واخا انا علاش ما تنقولهمش؟ حيت شرحت لك الوضعيه انني كنمشي الاسواق تلقى واحد عنده شي حاجه وهذاك الواحد كيطلب اللي بغا حيت عارف راسو عنده بوحدو. انا كنعرف ثمنها على برا ساويه هي 15000 درهم كمثال، وكنشريها من عنده هو بثلاثه المليون وما عنديش مشكل. ولكن ما نقولهاش لكم نتوما، حيت الا جيت قلت لكم شريت هذه بثلاثه المليون بتقولنا وانت وليتي كتشري بغلا. ما كنقول لكمش الاثمنه، كنشري ونجيب حتى ننتج وانا غنبيع لكم باش ما بغيت، فهمتي؟ وغنبيع لكم بثمن مناسب اللي كنت انا كنقول عليه. وباش نفهمك ندير لك خاطرك ونوريك شويه الاثمنه. مول هذا التعليق هذا نوض معايا دابا واجي نديك دابا وغادي ندير لك خاطرك دابا وغادي نهبطوا للمحميه لتحت ونوريك شويه الاثمنه نتاع الباب بغاوت ونخلعك شويه. وما تنقولهمش لكم باش اول حاجه ما يخرجوش دوك الناس نتاع هذا متكبر كيقول لنا الاثمنه، ثاني حاجه باش الناس ما يقولوكش ليك لا كتزعم على الغلاء، حيت انا اغلبيه الشهور انا شاريهم غاليين وماشي ثمنهم. ولكن ما تهمنيش نشري بالغلا دابا، ولكن ننتج ومن ننتج يكونوا عندي ولادي نبيع للناس بالثمن اللي كنت انا تنقول. تحياتي، اجي نقول لكم شويه الاثمنه باش نجي الخاطر لهذا. الأرض ميدان نسير فيه لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات، تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. الأرض ميدان نسير فيه لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات، تهزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. إنا هنا في الأرض نجمع للمنى أجرا وزاد، فعمرنا زرع سنقطف جنيه يوم الحصاد، وسوف نبقى نبذل الأنفاس في نيل المراد، وحلمنا المأمول جنات لنا عند المعاد. إنا هنا في الأرض نجمع للمنى أجرا وزاد، فعمرنا زرع سنقطف جنيه يوم الحصاد، وسوف نبقى نبذل الأنفاس في نيل المراد، وحلمنا المأمول جنات. قبل ما نوريكم الأثمنة، ها الحواض اللي صايبت هو غادي يتكرب له يتحيد داكشي ويدار التراب تما اللي لاق الزرع، وها الحوض الآخر. ملاحظة، هاد اللعيبات اللي درت هنا أنا راهي بحال هكا دريتهم، راه غادي نصايب هنا حوض مخير وهنا حوض مخير. هاهوما الشجيرات اللي جبت شفتهم، تقريبا شي 6 شجيرات هنايا، هادو دوك اللي كيطوالو والله ما عرفت سميتهم، المهم هادوك اللي كيكبروا وتيطوالو. وملاحظة بيت نهبط للفيرما دابا بين نجيب شجرة ديال الرمان نايضة مزيانة نقشيها تما، وبيت ندير تما الزيتون ولا شي حاجة، وغادي نقادو مزيان عاد كي قلت لكم الدورة كلها غادي نعمرها جراجي. المهم ما عليناش، ندخلو هذا تنزرعهم ونوريهم لكم. زدتو الباب مسكين باش كيوجد الطيور. يلا اجي داك اللي كيقول لي علاش ما كتقولناش الاثمنه، وانا صراحه ما كنبغيش نقولهم، ولكن غنجي لك خاطرك نقول لك غير شويه باش تفهمني علاش ما كنقولش الناس الاثمنه، حتى نهار ننتج انا نهار تشوفني كنبيع عاد تقول لي علاش ما كتقولش الاثمنه. اجي نقول لكم هاد الكوبله هادي شفتوها، اللهم بارك، اجي نحل لكم باش تشوفوها. راه مدريسيه اصلا ما كتخاف ما والو، ها هي شتي الباك فيكس، ها هو الباك فيكس شفتيه، نقرب لك ليه كاع مزيان باش تبقى بخاطرك. شفتي الباك فيكس؟ الناس اللي كتفهم فيه ها هو شتي. اجي نشوفوا الباك فيكس الاخر نتاع الندوه، نعطيك مثال. هاد الكوبله هادي عندها باك فيكس، وندوة عندها باك فيكس، وعندهم لا دي ان ديالهم، ومعروف الندوه ومعروف الذكر ياك. هادي رقم واحد داوي انت هضروا مزيان، رقم جوج، رقم ثلاثه بوريقاتهم. اجي نعطيك بشحال شريت انا هاد الكوبله. هاد الكوبله هادي نعم سيدي انت اللي كتقولي علاش ما كتقولش الاثمنه، مشريه جوج مليون ونص 25000 درهم. واش انا نجي نقول لكم 25000 درهم هاد الكوبله؟ بطبيعه الحال كثير ثمنها، وماشي هذا هو الثمن الحقيقي ديال الكاسكو، ولكن انا كنضطر نشري دابا. علاش؟ باش نوفر عندي هادشي ونجيب حاجه مليحه اللي هو نضمنها كوبله، وراه هي مباقيه وبنت العش ومزيانين وفيهم المواصفات كامله، ونتج بهم. فاش غادي ننتج انا غنبيع لك وليد نتاع الكاسكو بداكشي اللي كنقول قديم ب 6000 درهم، 6500 بالحلقات ديالي.
باقي بوريقاتو بكل شيء. هذا شريت تسألني أما بشحال شريت ما شغلكش بشحال شريت، ولكن غنجاوبك. هذه بجوج المليون ونص شفتيها، وعندي واحد كوبلة أخرى تاهي بجوج المليون وثمانمية، وعندي كوبلة أخرى بجوج المليون، وعندي كوبلة بخمسطاش ألف درهم، وعندي كوبلة أخرى تاهي بخمسطاش ألف درهم، وعندي واحدة أخرى بثنين وعشرين ألف درهم. هادو هي كاسكو صافي، جاوبتك أجي نوريك الآخرين. يلا علاش ما كتقولش قال لك أثمينة الكوبلات الكسندر شفتيها؟ هاد الكوبلة هادي انا خديتها ب 8500 درهم، وهذا ماشي الثمن الحقيقي ديالها، وراه الثمن اللي عطيت فيها 8500 درهم. هادي ها هي تشرات ب 9000 درهم مهزوزة على ولادها، هكاك علاش تشرات بهاد الثمن؟ مهزوزة على ولادها 9000 درهم باش شريتها، و 9000 درهم هذا هو ثمنها؟ لا ماشي هو ثمنها، انا اللي تسالني تنبيع لك وليداتها، ديك الساعة تقول لي واش غليت ولا ما غليتش، اما انا باش شريت ما شغلكش. 9000 درهم هادي باش نشدوها اجي نعاود نسمعك، هادو راه معروفين بلا ما نهضر عليهم. هاديك الكوبلة اللي قليلة في السوق وما كايناش شفتيها؟ بشحال شاري انا هادي؟ هادي راه 3 المليون قل 20000 ريال شفتيها؟ ها هي مباقية بوريقتها بلا ما محتاجيش لا دي ان حيت هما ادي ان. هاد الكوبلة هادي 3 المليون قل صريف، وداك الصريف مشاه في ترونسبورها، يعني مقيومة ب 3 المليون. إوا تشريها انت ب 3 المليون اجي لهاد الجهة. هذا واش تي هذا الصفر بوحدو، هذا الصفر هذا مشري ب 8500 درهم بوحدو عاد كوبلا ليا هو مع داك الزرق. هذيك الجويجه الزرقين اللي كانوا مشريين راه واحد ورا واحد بجوجهم بزرقين، هذوك مشريين ب 10000 درهم بترونسبورون باش تجيك باش مشيتو باش تجي تقاموا عليا ب 10000 درهم. جويجه هي جويجه تشريهم تبع الثمن ما عليناش، انا هادشي كله باش نوفر الببغاوات للمتتبعين. اجي لهاد الجهه هاد الميلانور معروفين شفتوهم، نهار جبتهم وليدات ب 50000 ريال لواحد شفتوهم الميلانور، هادوك مشريين ب 36000 ريال لواحد شفتوهم. يلا اجي لهاد الجهه تما كاع ما نهضر عليه، الثمن خيالي حتى هو بلا ما نهضر عليه. ها هي الكوبله المهمه اللي بنادم تيهضر لي عليها، شفتو هادي ها هي شفتوها ها هادي مشريه الاخوان ب 3 المليون و 160000 ريال، 3 المليون و 160000 ريال تعطيها فيها ما غتعطيهاش فيها، ولكن انا كنعطيها هي باش نوفرها عندي، ومن بعد فاش ننتج غنبيع لكم بثمن مناسب ان شاء الله بحول الله. 3 المليون و 160000 زيدها شحال تخسر عليها نهار جبتها؟ بعدا جبت عرمت الحوايج معاها يعني اكثر من 4 مليون في النهار فاش جبت هذه، وكاينه وحده اخرى بحالها فيها باك حتى هي فيكس بوريقاتها بكل شيء مقيومه ب 4 المليون حتى هي، وكاين عاود ثاني العسكري بوحدو العسكري مشري ب 3 المليون و 60000 ريال. بركه عليك ايوا بركه العطيه، بقيت كنعاود لك على هادشي كلهم غادي نضرك في راسك. قال وليدات اللهم بارك فاش يكون عندي انا هادشي ونبيع لك وليدات بحال هادو راه ثمنهم باين باش بغيت نبيع لك. داكشي اللي كنت كنقول قديما تيديروا ما بين 6000 درهم 6500 درهم المليح هو هذا المليح، ها هو مواصفات كاملهم. يلا تفطموا اجي نوريك عاود ثاني نوريك هاد الخير هذا. شفتي هاد البياسه هادي بوحده اللي هنا؟ ها هي هاد البياسه بوحده هاديك الا ما حطيتيش فيها انت واحد 700 درهم ما غاديش تاخذها. هنا الكوبلات العيانين، الكوبلات العيانين كاينه 14000 للفوق، 14 16 18 20 24 30000 ريال 36 كاينه عندي هنا في البيروج حتى 40000 ريال الكوبلا في البيروج هاد هنا. هادو هي طويورات صغيورين اللي كتشوفهم انت صغيورين شفتيهم؟ ها هما هي طويورات صغيورين كاين عندي 30000 ريال 30000 ريال الزويجه 28000 24000 هي هادي بوحدها شفتو هذاك النهار تشرات بكذا و 30000 شفتوها هاي اللي رداتني من كازا. نزيدك بركة عليك هي هاد الكالوبسات الالبينو بشحال؟ هادو الكوبلة العيانة خديتها ب 1800 درهم 2000 درهم 2500، وعلاش؟ حيت قلال وما كاينينش، ولكن انا بغيت نجمعهم، ملي غنجمعهم غيولي عندي الانتاج غنبيع لك بالثمن. كنت كنقول لك اشنا هو الكالوبسات بحال هذا وليد الحيمة 300 درهم ما يفوتهاش، وتسناني ان شاء الله ما نطولش عليكم هاد الفقسه هادي نتاع بنادم انا اصلا طالع ليا الدم وتزيدوني بحال هاد النواع هادو. يلا نكملوا حلقتنا ناشطه الاخوان ونمشي نزرع هذيك الجريده لتحت واجي نمشيو نطلعوا على الدياموند جولد هو الاول. تحياتي. شوفوا واحد المنظر شفتوه على الصباح الاخوان كي جيت نتوان نتاعت الكناري مشات حضنات في هذيك الرمله المعرفه ديال الرمله حضنات تما وما عطوش حتى البيض ولا لا، دابا نجي نقلبها شفتوها في المسرح الخارجي مشات لتما في ديك الرمله وهي تحضن تما وراه هي واقيله حاطه البيض. المهم تندخل عندها ولا لقيتو راه غادي نصورو لكم.
هذا الشيء كيدل على خصني نصايب لهم العشاش ونصايب لهم كل شيء، حيت دارت حتى هي ما لقات فين تبيض وهي تمشي تبيض تما. شوفوا واحد المنظر اللهم بارك، شوفوا الانتاج ان شاء الله، الانتاج اللهم بارك، البينو الانتاج البينو اللهم بارك، ما شاء الله الاخوان ما شاء الله، الله يسخر لنا ان شاء الله غنتبرع وليدات. انا الالبينو، انا الالبينو الاخوان اللهم بارك ما شاء الله، البيض مخصب ان شاء الله 100% ان شاء الله بحول الله. انا حداهم وما خايفينش باش تعرفوا مرتاحين اللهم بارك. أربعة البيضات، خمسة البيضات ملقحين إن شاء الله، خمسة الوليدات ألبينو بلا دوك اللي حاضنين دابا اللهم بارك. هادو راه جيت بارازار معاهم، مرا كلشي اللهم بارك مبيض. اللهم بارك، تحياتي الإخوان كلشي كلشي إن شاء الله. شوفوا راه النتيوة دخلت العش، شفتوها ما كايناش هنايا، هاد التكير الأكليكتوس والنتوة الحمراء راه هي في وسط العش. الله يسخر لنا، شتو فولي راه خاويه، الكويكرات داخلين العشره، هي ديك الزرقاء راه مبيضه شتوها، راه حاطه البيض اللهم بارك، مزوجه ديك الزريقه هذيك مزوجه مع الخضر، ماشي هذا راه هو فوق العش، وهذاك الصفر مزوج مع ذاك الزرق، وهذا الخضر تذكر جالس بوحدو تنجيب ليه انتوا ديالو ان شاء الله. زعما انتم شوا كنفرق عليهم اللوز دابا والكروكيت هاو. انا الاخوان اللهم بارك، شوفوا الاكريكتس ولفت ليه اللوز اللهم بارك بالصحه والراحه. انا جو اليوم كتحماق وعلى الكروكيت، انا شوفوا ماكس، انا تيموت على شي حاجه سميتها الكروكيت. كروكيت واللوز كندير لهم الاخوان، هي المكافاه. ايوا ماكس ايوا ما جوليا خصها تمشي العصيه ديالها بوحدها باش ما تاكلش عصا، اما الا بقات حدا ماكس اي ضربها ما تيبغيش يخليها، الا كانت كيشد المكافاه ما يبغيش يخليها حداه. المتعه الاخوان مع هاد المخلوقات اللهم بارك. هاكي جوليا، اجي مسح لك، اجي مسح لك من قارك، اجي يلا برافو. هاكي شوف هذا كي جاي عندي، هذا الاكليكتوس جاي عندي تيقول لي اراليا انا الزين، انا نعطيك اللوز بلاتي، انت خصك تقوى لينا باش تعطيونا بيضات ان شاء الله. انا الصحه والراحه، ها هو بدا كيتدريس عليا الاخوان، بدا كيشوفني تيجي عندي، راه غير حيت كيشوفني ديما كنعطي لجوليا وماكس كل هما غيولفوا بحال هذه الطريقه. النتوى ديالو راه يلا اللهم بارك. لاحظتكم الاخوان حطوا لي شي سميه نتاع شي كوبله رائعه نسمي بها نتوى وذكر باش نقيد لهم سميتهم هنايا، هاد الكوبله بغيت نسميهم شي سميه زوينه، قولوا لي اشنو هو احسن اسم نتاع الذكر ونتوى اللي يجيو مع بعضياتهم، نتوى حمراء وذكر خضر، عطوني شي اسم زوين. هاك الكروكيت حتى هو راه فيه المنافع تاع سالي اللوز. جوليا ماكس انا هاك، ايوا ايوا ماكس ايوا هاك جوليا، ها هو جا عندي الاكليكتوس تيقول لي راه ليا. ها انتم شوفوا راه انتوا فين كتلشتوها، هاي تخبات عليا خوافه الاخرى. انا صحه وراحه، هاي اهلا صباح الخير، كي صبحتي لاباس عليك، خرجي نشوفوك خوافه الاخرى. انا الفيزون، انا الكوبلات زوينه اللهم بارك. هاك كل اللوز مع راسكم، هادو راه مهلاي فيهم، انا في المعليفه باللوز الاخوان، اخدمهم مزيان ان شاء الله. انا تبرع مع راسك الصحه والراحه، يلا وقف الججنه وسير للعش، عزيز عليهم اللوز الاخوان. انا فرجي وميرا، اهلا اهلا فرجي، فرجي خرج، اهلا اهلا فرجي، كي داير؟ اج زيد فرجي، اجي عندي زيد. ميرا مالها ما بغاتش تخرج ميرا،
صباح النور، كي دايره؟ انا ميره، اللهم بارك. النقا ولا لا طاي فورما، الصحه ديالهم زوينه، كياكلوا كلشي في طمطم على التيسير، كيحماقوا عليه، تيموتوا على شي حاجه سميتها بوعويد التفاح. عزيز عليهم الخضر، الخيزو، الخيار، كلشي كياكلوا، يعني في طمطم 100% على جميع الفواكه. الحمد لله كياكلوا ليا كلشي. هذه هي ميره الزوينه. وفرجي راه زاعم، فرجي راه ما بقى تشد تقنت. اجي عندي، زيد فرجي. يلا نشوفك اول طيره ليك، اول مره بغيت نتلاقوا الاخوان، والله العظيم عام ما ساليت لهمش مساكن. اي على فرجي، زيد يلا هاك، اش فرجي، هاك خصني نوريه السرانك، الا شاف السرانك الله تيجري عندي. فرجي هاك اش اجي هنا، اجي دابا ندربوا على هذه المساله ديال الاخوان، لان والله العظيم بالله اول مره تنخرجهم، لان يسمحوا لي والله ما ساليت لهم، كنوكلهم، كنطعمهم، كنحط لهم ماكيتهم، وكنتلاها مع الخدمه والاشغال اللي كاينين عندي. ولكن راه اش بغى هنا دابا السرانك يشوفها فيديا غادي يجي كيجري عندي، ودابا ندير لكم فيديوهات عليهم. اجي فرجي، اجي هاك زيد ايوا هاك اش دابا يلاه كيخطب الراسو، راه ما اول مره غادي يطير، باقي ما عرفش راسو كيطير. هين جرب ليه دابا الطيران يطير، والله حتى وليت يجي عندي، وكنوعدكم بها دابا نوريها لكم، غنولي تنوقف عليها ونعيط على فرجي ويجي عندي. فرجي هاك اش زيد هاي ما عرفش راسو واش كيطير هذه المسافه، فهمتي؟ راه هكا الباب باغا غير يجربها، صافي ما باقيش تشدو ديك البلاصه، بي وليتي تسرك لهنايا. فرجي هاك بابا، هاك طبوقيص، اللهم بارك. المستنبات كنشمشو، راه الاخر حتى هما كنوجدهم تما، ديما المستنبات يوجد البديل اللهم بارك. راه غنقاد هاد الفوليرات قريبا ان شاء الله الاخوان، راه الكرياج ديالهم محطوط. نتوا راه بدات كتدخل ليا لذاك العش، كطلع ليه، اللهم بارك، الله يسخر لنا فيهم ان شاء الله. هذيك نتوا هي اللي واقفه فوق العش، وتذكر هو هذا، اللهم بارك. هادو كيطعموا ما شاء الله، الله يسخر فيهم، مباقيين باك فيكس. الجوا راه مبيضين جوج تنتاوي تما، حاطين البيض معمرين. الكاكاريكي راه 100% مبيضه، والله ما قلبتها وما بغيتش نقلبها، 100% مبيضه. هادو مازال هاد، اللهم بارك. شوفوا ها واحد البيضه فين طايحه، شفتوها؟ اللهم بارك. انا الاخوان هاد البيضه فين لاحوها، مشقوقه، صافي حيد هادي، نحيدو راهي حنا نطلعو عليهم ضروري نشوف واش واقع. بسم الله اللهم بارك، تبارك الله، ما شاء الله الاخوان، شفتو؟ اللهم بارك. وحده طايحه، يعني سته البيضات حطوا، وحده لاحوها ما عرفتش علاش حيت مشقوقه واقيله. اللهم بارك. انا ها الكوبلات زوينه، حطت لينا دابا خمسه البيضات، والله العظيم الاخوان بالله ما تنقيسهم، ما كنقلبهمش، ما كنقرب ليهمش. هادي هي بارازا فاش لقيت ديك البيضه، هما خمسه البيضات هنا، اللهم بارك، تبارك الله ما شاء الله. وان شاء الله شوف نتوما ما كايناش، راهي حاضنه ما كتخرجش، ها انتم ها هما دوك اللي قلت لكم حاضنين ما كيخرجوش. الباسيفيكس حاضنه، والله ما عرفت واش حاطه ولا ما حاطاش، ولكن حاضنه. هنا اغلبيه النتاوي راهما حاضنين، شفتوه ما كاينينش، اغلبيه النتاوي ما كاينينش. اللهم بارك، ها انتم اللهم بارك. هادو مازال، هادو كاع ما كاينين كاع بجوج. انت هذا نتوما نتاعو ما كايناش، سمعتوا الغوطه ديال هذا كي دايره، راه مجهده بزاف. هذا نتوما ديالو ما كايناش حتى هو، اللهم بارك. هذا ما كايناش نتوتو، اللهم بارك. انا الانجليزي عرفتو غيخدم. هذا ناضي، هذا تبارك الله ما شاء الله، هذا الذكر نتوما ديالو ما كايناش. ها هي شوفوا الطبقيصه ما شاء الله. انا هذا ما كايناش نتوا ديالو، يعني كلشي حاضن، اللهم بارك، الله يسخر. هذا ما كايناش، كلشي حاضن، انا اللهم بارك. راه الاخرى فين كطل، كلشي حاضن الله يسخر فيهم، اللهم بارك. هاد الزوينين مازال، اللهم بارك الاخوان الوليدات ما شاء الله، اللهم بارك. تحياتي الاخوان. اللهم بارك ما شاء الله.
لا نميرة تنتي خرج هو أف أجي فرس هك أشتو أول طير عليه أجي أو برافو إلى فرجي المهم ما تضربتيش والله لا الله يعطيك الصحة أتبارك الله على فرجي جربتي الطير أجي فرجي وي فرجي يلا كيتعلم الاخوان اميره حتى هي دابا تجرب اندريسي عليكم الله تندريسي عليكم على الطيران انت تشد انا درا باقي ما ولفتش ليه هكاك علاش كيخاف اهلا فرجي جربتي راسك الطير يلا اجي نحطك هنا وجرب شي طيره اخرى يلا سير سير وي فرجي يلا اج اي قول يا اخوان فاش تكونوا في هذه البلاصه واش ما غتنساش العالم والله حتى تنسى العالم هذه المخلوقات الجميله ما شاء الله اللهم بارك هاجي فرجي هاج هاك دابا ندريسي يومك اميره حتى هي دابا كتجرب راسها فرجي واجي زيد غيضربوا راسهم واحد جوج مرات ثلاثه اربعه حتى يولفوا بين وليت اجي فرجي بيجيوتي غبره اج ميره مازال ما طيرش دابا مع خوافه شويه فرجي اللي زعل دابا جرب راسو كيطير غيعاود يجرب ويعاود يجرب صافي بيسيطر على راسو بيولي كيعرف الكوانات ويولي يعرف فين يوقف وكلشي هك زيد اش فرجي هك والله نوريهم السوران كتيجيو بجوج بالله انا ندريسيهم لكم الاخوان تنسالي اجي نوريكم الجرده دابا اللي صايبت وبغيت ندير فيها الغرس ان شاء الله نخلي فرجي وميره تلاقيني هنا ما خفت عليهم والو حيت كلشي مسدود ما عندهمش منين يدوزو المولينات الزوينين ها واحد الكوبله فينا هي راه هي شتوها هذيك نتوها وهذاك الذكر ليا راه مبيضين في شي عش تما الله يعلم ولا كيحضنوا فيه المهم انا ما كنقلبش عشاش كنخليهم براحتهم غير ينتجوا من حدا ديالهم اللهم بارك انا الاخوه اللهم بارك انا الاخوان وان شاء الله بحول الله هاد المحميه هادي تولي شرف المملكه ان شاء الله بحول الله تكون اكبر واحسن محميه في المغرب ان شاء الله والوطن العربي بحول الله سمعوا الكناريات الذكوره ما كاين غير التغريد تفكرت هذيك النتوى اجي الاخوان نشوفوا واحد النتوى شتا ما لقاتش العشاء شويه تجي مسكينه عشات هنا شوفوها هي باعينه مبيضه ملي ما باتش تنوض ان شاء الله الا مبيضه ما بيش نبرزها تسمح لي ولكن هي نشوفوها ان شاء الله الا مبيضه العفريته ما لقاتش فين تبيض شوفوا سبحان الله مسكينه فين بيضات الله الا بيضات الله الا بيضات مسكينه الله سمحي لي ما درت لكش عشاش الله الا سمحي لي بالله وحق الله تنصيب لك الله يا ربي الله يا ربي الله ثلاثه البيضات والله تندير لك عشاش على عرض الله سمحي لي انا عرفت هذيك عرفتي شكون اللي ملقحها والله الا ملقحها الكلوستر بالرب راه هو راجلها شتي وما عطاش نوبه تعطينا والله الا هذاك هو راجل هذاك الكلوستر مسكينه الله الا سمحي لي بالله ما عطاش ندي لها دابا غنخلي لها هاد الشهاده ديالها هكا راه ماشي في الزوان دارت في الرمله شتوها راه هادي عامره هي بالرمله دارت مسكينه فوق الرمله ما عطاش نحيد لها هاد السلوكه ولا نخليهم ولا خلي لها هاد الشهاده هكا الا هي مسكينه والله الا بيضات ما لقاتش العشاش دابا تيخصو هادوك العشاش الكناري دابا نصايبهم لها نعمر عشاش الكناري كثر هنا باش تبيض الفوق مسكينه براحتها ما لقات فين وهي تجي مسكينه هنايا الله يا ربي الله ماشي مشكل تسمح لي دابا الله تنقاد لها داكشي بالله راه هي مشات كتاكل باتي شوف نوض دابا شي تاكل مسكين راه راجلها شتو قلت لكم راه عرفتهم انا والله الا عرفتهم راجلها هو داك الكلوستر راهو وراه باين داك البيض ملقح والله الا باين داك البيض ملقح شتو راجلها هو عرفتهم انا تنحزيهم انا تنعرف دابا كلها واخا تيو كثر والله الا كنعرف كل ذكروا نتوا وكل واحد اشنو دايرين الله يسخر فيهم هي بات تاكل مسكينه الباتي راه فيها الفيتامينات تما وبتعاود ترجع عاوتاني البيضات ديالها غنخليهم لها تما في يد الله تنصايب لهم عشيشات الله تنصايبهم هاي نهبط ان شاء الله لمراكش غنجيب عشيشات الكناري كثار مع نتاع الدياموند غنفيني لهم عشاشهم باش مساكن يخدموا والله تنجيبهم شوفوا الوليدات ولاو ناشطين داخلين خارجين وما هذوك اجي ندخلوا عندهم نشوفوهم من الداخل الله يتنصايب لهم يسمحوا لي والله تنقد لكم بالله حلفت كاع بلاش تنمشي لمراكش ونجيب لكم شغلكم ان شاء الله حرارة مناسبة هنا يا الإخوان شتوها طلعة 21 هي هذيك كيم ريقلها في الماكينة اللهم بارك واخا محلول الشرجم ولكن أصلا على برا بعدا سخون الحال كاينة الشمس هاي تبارك الله الشجيرة شوفوا الشجيرة
ما شاء الله كي عمرت شتو الهندسة إخوان كلكم ديروا الشجار اللي عنده البيت ديروا الشجرات في السقف والله العظيم إلا هي اللي كيبغيو شوفوا الراحة تحسب الراحة النفسية واخا أنا تحتهم هما ما هاربين ما والو حيت هما تيشوفوا فيك من الفوق ما مسوقينش ليك أنت الوليدات حتى هما راهما ناشطين معاهم اللهم بارك اللهم بارك أجي نطلع واش كاين شي بويضات هنا بيبانو كاين والو تما أجي نشوفو هنا ديك اللي كنا خليناها مبيضة شنو دارت هاهي خرجت شتوها هاهي خرجت هاهي أي زاد ثلاثة اللهم بارك شتوهم اللهم بارك موانويا هاديك الإخوان موانويا أي ولكن عرفتي شنو راه يمكن لينا نخليهم جماعات والدياموند غنعود نحتزيه فين ما بيض الدياموند في العشاش نهز البيض ديال الدياموند ونحيد هذا ونخشي بيضات نتاع الدياموند وغنخلي هاد الموانويا هي اللي بتوكلهم العمليه سهله وزوينه ان شاء الله ما شاء الله شوفوا الجمال اللهم بارك الله العظيم الا كانت متعنا فاش كنشوفهم ناشطين هكا شوفوا الطيور فاش كتشوفوا الطيور تيشطحوا ولاعبين وناشطين كتعرفوا صحتهم مزيانه اللهم بارك هاهما انا راه كاينين فوقي هو كيطلع ليا والله ما خايفين ها باش تعرف الراحه حاسين بالراحه صافي ارتاحوا عرفوا المملكه ديالهم هاهي هادي كان بيضه حدا بنادم وما مسوقاش حدايا اللهم بارك اجي نشوفوا هادو كاع خطاو هادشي ايا اش داكشي تما هانتي خشى الورقه هادو يدكسوا داكشي ما عرفتش كاين شي بيض لداخل ولا لا ولكن هاتي باتو بالليل هنا على الرام باقي ما كاين بيض هنايا ولكن عرفتي شحال تيبات بالليل هنا كلشي كيدخل هنايا الباتي ديالهم هاهو الذكر ديال ديك النتوة هاهو نتاع الموزايك كلوستر مزوج مع موزايك ما شاء الله بغيت نشوف النتيج ديالهم اشنو بيعطيونا التخربيقة اللي بيعطيونا شي واحد فيه موزايك وكلوستر مخربق الله يسخر فيهم ان شاء الله والله حتى ندير لهم العشاش كثار ان شاء الله كنحلف الا بقى العمر ان شاء الله اللهم بارك ها هو العش اللي خاصها شتو ديك الكناريه بغات بحال هادو غنجيبهم كثار ونعلقهم لهم في قناه جميع القنوات باش تستي اللي بغات ونزيد كناريات اخرين معاهم هنا منين ناجحين ان شاء الله زوين الباناشي زوين راه الناس نتاع المقنين تحياتي وانا كنشوفكم كنقرا تعليقاتكم وجاي المقنين ضروري هذاك هو ملك المملكه يعني هذاك هو احسن طائر في طيور الزينه الصغيره هكا كنشوف خرته هو لافان علاش صافي تنفينيو هادو كاملهم ونجيبو الحسن ان شاء الله نتلاقاو معاهم حيت هذاك هو ملك ملوك طيور الزينه المغرده تحياتي تحياتي الناس المقنين وعشاق المقنين انا راه معاكم وهذاك اللي بدينا به اصلا في الطفوله ايامات كان القرع بجوج دراهم اللهم بارك وانتم الاخوان والله القسم مليون في المئه مليون مليون مشير الى الفشرات والله تيكونوا عندي وليدات دابا بالله ولكن ما قصدتهمش ما قربت ليهمش ولكن اقسم بالله يا تيكونوا شي وليدات ير انا بيت نخلي هاد الدفعه هادي كاملها واشتو هادو وليدات جداد والله الا بداو تيعمروا بالله هادو اللي علقتهم داك النهار والله الا بداو تيعمروهم الكوبلات عاد هنا والله القسم الى دوك العشاش ان شاء الله الا كان كنسمع كريت 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 المهم وليدات ان شاء الله الا غيكونوا ولكن ما غنقيسهمش عرفتوا علاش حيت اصلا هنا باقي بيت تقادو كلشي وانا هاد الدفعه ما بيت لا نطعمها لا والو انا بيت انا الدفعه تلاح ليا هنايا باش يتكاثروا يعني بيت انا كاع دوك الوليدات يكبروا ويطيحوا مع والديهم حيت عندهم مسرح متيسع بين ما يلقاوني وجدت لهم هنا كل عشاش وعمرته وقبصت هنا وفركسته وصبغته ولا داكشي عالمي ونقي وزوين عاد ديك الساعه الدفعه الاولى والثانيه والثالثه كلها بيت نكثرها انا من موراها عاد ديك الساعه نوفر لكم الوليدات بجميع اشكال وانواع والوان نتاع الفيشرات هي دابا انا متاكد مليون في المئه هذوك العشاش كاملهم اللي تما غيكونوا وليدات مليون في المئه هما ولا نتاع الطنجره مليون في المئه تحياتي الاخوان الفيشرات ناضين عندهم الماء عندهم كل شيء هانتوما الفواكه ضروري تنقول لكم حتى هما هاد الشيء باش تياخذوا طاقتهم وتيوليو ناشطين وتيوليو مزيانين يلا ونمشيو نشوفوا الاشغال اللي باقي تابعاني تاع النهار عامر اليوم
فيفي الرباطي ها هو عزيز عليا. فيفي مرحبا بك فيفي، مرحبا بك في المملكة. شو تبارك الله ايتي علف، اللهم بارك. فيفي هادي اقسم بالله الاخوان ما كتشدش قنت، كتضل خارجه كتسرح ليها في الزنقه على برا، تيتبعوها الدراري الصغار وكلشي، وكتعاود ترجع هنايا صافي عرفات الموطن ديالها. اما داركم عرفتوه بلا ما نقول السميه دابا حتى من بعد. اجل 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 يلا نمشي نكمل الاشغال هنا، راه قلت لكم ان شاء الله كنوعدكم عالم اخر غيولي هنا، غنقبص هادشي كله يتفركس قباص قباص مزيان، غيتقبص هنا ماشي هادشي اللي كتشوفوا درت هنا انا بيجي، لا غادي يجي القباصه اللي غادي يقبصوا داكشي ويولي بلاوي، ويولي داكشي على حقه وطريقه ويتصبغ ويولي في الوان بحال داخل، ويولي هنايا كله مملكه ويعمر بالمحابق والديكورات، وهنا المسرح كبير وهنا مسرح كبير، ولهي حتى هو مسرح كبير ان شاء الله غادي يولي هنا مسرح، وهاد البلاصه هادي هكا بيجيو بيوت حتى هما مسرح مسرح مسرح، والطريق الوسط كنوعدكم بها ان شاء الله قريبا. وهنا هنا راه غنقسموا على جوج، هاد الكوري هذا راه داير فيه دوك الفيزونات اللي كيتقاتلوا ليا، ها واحد شتي هذا كانوا بيقتلوه ماشي كيتقاتلوا، هذا ضاروا به شتي شتي عنقو كيمقشر كانوا كيضربوه دوك الذكوره، كون ما حتى هو ذكر كون ما حيدوش كون قتلوه، وهذا حتى هو ولد الحرام قتال، هذا هو الاكبر مجرم في الفيزونات عندي. وواحد اخر حتى هو راه عزلته تما حتى هو، حيت حتى هو الذكوره جهلو في هذه الفتره هذه، حيت دابا انت بداو تبيضوا قلت له يهرب ليا هذاك خصني نسد عليه، حيت الا هرب لك الفيزو ما باقيش تلقاه. ها هو الاخر شتوه عزلته هنايا، ها هو هذا ماشي ماشي قتال، هو تيضربوا به دوك الذكوره الاخرين الارجنتي والدوري جهلو ولاو تيضربوه هو، وهذا كانوا غيقتلوهم كون ما عزلتهمش، ودابا دابا ما يمكنليش نطلقهم مع هذا، حيت هذا مسخوط، هذا قتال مجرم عرفتوا، هذا يقتل اي حاجه قدامه، الدجاجه اللي طلقت عليه يمشي يقتلها، خصو يبقى هكاك بوحدو، اللي ما يقتلش هو هو نتاوي، يعني تحطو هو وشي جوج نتوات ولا ثلاثه ما يدير لهم والو، ولكن الذكوره يذبحهم، وهذا ما يمكنليش نطلقوا مع هذوك، وما يمكنليش دابا نطلقوا مع هذا، وحتى هذاك دابا تما الا طلقتو دابا نطلقوا دابا تشوفوا كاع الصراع اشنو غيدير لي هذاك قدامي، يعني الا طلقتو غيقتلوا هذا، هكاك اش ما يمكنليش نلاقي هذا مع هذاك، وهذاك مع هذا، وهذا مع هذوك، ودابا المشكل اللي عندي هو دابا حتى دوك الارجنتي بيناتهم راه بداو دابا صراعات، دابا شويه كيهربوا على بعضياتهم، ولكن يري سخنوا شي شويه عاوتاني راه غيبداو صراعات، الا شفتهم صراعات بين عاوتاني نجيب شي واحد فيهم عاوتاني نقسموا هنايا، هي بين ما هذا الكوري غنقبصوا كاملو وغادي نقسموا هكا بارتيات، غادي يعطيني هنا ثلاثه البيوت مخيرين اللي بيت ندير فيهم، ديك الساعه كل بيت غادي يبين لي شنو غادي ندير فيه، خصوصا كاين عندنا واحد الاراء كتغوت بزاف، هذيك الاراء انا كنفكر مليون في المئه غندير لها بيت انا، علاش؟ غنجيب القباصه غيديروا بلافون هنا غيتقبص داك الشيء تسد ما غيبقى لا عود لا والو، وغيتقبص هنا كله، وغنفرق هذه البلاصه بالطوب ياك، وغادي نحل هذاك الشرجم نكبرو، يعني هذا الشرجم هذا نحلو كبير نزيد نوسعو باش يوليو هما بحال المسرح ديالهم هنا، وهنا كنقلب انا الوكالات، وهاد البلاصه هادي كلها بيت نردها مسرح ديال ديك الاراء اللي كتغوت ما كتبغيش الناس، هي غنديرها لها انا وندير لها عشاء، وغادي يكون مسدد ما يوصلها حتى حد، غنولي انا كنوكلها هي من الشرجم هنايا، غندير مسرح كبير هنا، غنولي كندير الوكالات نوكلها هي من هنا ونشربها من هنا، ونخليها عايشه بوحدها هنا ما يبرزها حتى حد، اللي بيشوفها كيشوفها هي من الشرجم وهي عايشه ترونكيل هنا، انا كنظن غادي تنجح الانتاج ديالها هنا، هكاك عشان داير في بالي هاد الكوري غنقسم هذا الطرف، ها هو كي تشوفوه هنا غنسدو هذا كله ديال الارا، عاد بيبقى لي هذه الطواله هذه من رجليه هنا كله نقسمو على جوج، طرف ليها غنديرو مسرح وطرف هنا غنديرو مسرح ولا كوري ولا على حسب الحيوانات، حيت كي قلت لكم الباقي بحر ديال الحيوانات غيكونوا عندي، وغيكونوا كلاب غيكونوا مشاش غيكونوا العجب ديال الحيوانات غيكونوا عندي، هكاك علاش اي بيت بنيتو راه نافعني. تحياتي الاخوان، يلا نمشي نكمل عاوتاني الاشغال، اما كان بيش نطول عليكم الحلقات كيبان لي راه غنزيد نزيد نزيد بكم غير شي شويه، وما الا جيت ندوز بكم ندوز النهار كله هكا شنو كندير زعما في النهار، الحلقه راه غتولي فيها شي 10 السوايع وكثر، غادي نمشي نوريكم غير الحوض فاش غنقادو دابا، ونختموا الحلقه عاوتاني اليوم هنا، حيت بان لي هذا الفيديو بوحدو اللي كنصور بان لي 12 دقيقه فيه، يعني علم الله شحال الحلقه بيكون فيها،
هكا كاش غنوريكم ان شاء الله الحديقه اللي غنصايب على برايه مؤقته بين ما حيت انتم كتشوفوا الطوموبيل ما عنديش دابا بين ما تجيني الطوموبيل ديالي ديك الساعه بيت نهبط لمراكش ونجيب كاع الاحتياجات اللي خاصين ومنهم رقم واحد هما العشاش الكناري والعشاش الدياموند جولد تحياتي هذاك الشيء راه نسالي ونجمعوا حتى واحد تنجمع داك الشيء اللي كنجي كنلوحو هنا بين ما نسالي حيت هنا عرفت قلت لكم الا ما نورتوش ما نقدرش نبدا نسيق وننظفوا حيت خاصني نور ان شاء الله وغادي ننوروا ان شاء الله كي جيت من هنا باش تعرفوا الكناري مخلص شوفوا انتم كي جيت طليت عليها راه هي مسكينه رجعت للبيض ديالها باش تعرفها راه شتي تبدا تصب عليها مسكينه الشتاء شتي دابا لا قدر الله بدات كتصب الشتاء واخا انا راني درقت لهم تما شتاه يعني درقت لهم هذه البلاصه هذه بلاتي سمحوا لي درقت لهم هذه البلاصه هذه شتاه ولكن دابا غيخصني نكمل تما كله علاش باش لا قدر الله صبات عليها الشتاء حيت دابا غنولي بالزمني غنخليها تبات تما الا صبات الشتاء واخا ان شاء الله الله يجيب الشتاء حنا بغيناها ما كاين لا ان شاء الله ما تجيش هي تجي مرحبا بها واخا نعرف نغطي هنا كله بالباش المهم غادي نغطي على هذيك البلاصه علاش باش صافي نعود نخلي لها هي تعود هي وذكرها يباتوا تما تعود تحضن على بيضها وكل شيء حيت اصلا قرب الجو بدا يسخن هي اللي يسخن الحال ان شاء الله بالليل غنبدا نبيت لهم داك الشيء كل شيء محلول ما باقيش غنبدا نسد عليهم المهم هذوك غيعودوا يباتوا ديما هنا غنغطي لهم تما وغنهبط واحد الباش عندي واحد الباش من ليله لليله غنعود نتلقوا باش هي تبقى مامنه ان شاء الله تما تتخرج هذوك الفراكيش اللي هما ما عرفنا نقولوا لهم واش جلوستر ولا موزايك اللهم بارك الله يسخر لينا هنا راه باقي بيكون واحد العجب ما بغيتش نقول لكم اشنا هو بيكون مفاجات حيت شوفوا اتساع اللي كاين هنا انا راه اي بلاصه كيكون فيها اتساع كتدخل ليا في الميموار نتاع عقلي ما يمكنش نفرط فيها وانتم ما غنفهمكمش دابا شي تنبدا بحال دابا تشوفوا من هذه البلاصه من هذه البلاصه هانتوما شوفوا شحال اتساع هنا شوفوا 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 بتجي حتى لهاد البلاصه هادي هكا يعني هنا كله اتساع شتو هنا تقدر تصايب عجب اللي كيحمق ومطبيعه الحال داخل ليا لدماغي وغندير ان شاء الله كاش قلت لكم هاد البلاصه راه باقي بيولي عالم اخر حيت الزياره اي باب دخلتوا ليه غتلقاو الحماق قدامكم في حيوانات ببغاوات اشكال انواع خصوصا قلت لكم واحد البلاصه بعده هنا راه بيولي عالم اخر ها واحد البلاصه اخرى شتوها قداش عالم اخر وها هي الطريق دابا الانسان الى دخل الباب ها هي الطريق للصالونات كاينه وراه هي الطريق عاوتاني للصالونات كاينه وهنا بيكون عالم حديقه هنايا بوحدها وهاد البلاصه حديقه بوحدها وانتظروا ان شاء الله بحول الله هادشي كله غتشوفوه على عينيكم وحيت الموان ان شاء الله عندي كثير والدياموند جولد عندي كثير وبتجي اكبر دفعه ديال المقنين حيت وعدتكم بها اكبر دفعه ديال المقنين ذكوره ونتاوي غيتلقوا هنايا يعني هذا المسرح صافي واخا كبير تبارك الله ما شاء الله دابا والبيت كبير من بعد ما غيقدنيش حيت ان شاء الله باقي دفعات نتاع الدياموند جولد غنزيدهم يعني بيولي عندنا العدد الكبير نتاع الدياموند جولد هنا اذا ما قادش ها فين كاين الدياموند جولد شوفوا شتو اتساع ها هو اكبر مسرح نتاع الدياموند جولد هنا شتو بيجي من هاد البلاصه من هاد البلاصه هاد بيقطع هكا ونقدر ندخل فيه حتى الحوض يدور هكا شتو ويمشي هكا كل هاد المسافه هادي اللي هنا يعني شوفوا المسرح قداش في العلو شتو العلو قداش شوفوا المسافه قداش شتو شحال من مترو شوفوا غير الارض تبين لكم شحال من مترو وقداش بيكون هذا المسرح وملاحظه وممكن هذا المسرح هذا انشركوا حتى مع هذا من الفوق بتبقى طريق البابايه شتوها وبيدار عمودات هنا وعمودات هنا وبيدوز المسرح من الفوق وبيتحل هذا الشبيك وبيتلاقى هذا المسرح مع هذا المسرح اش بيولي عندنا هنايا بيولي عندنا هنايا المقنين والكناري والموانو والدياموند عايشين في عالم بوحدهم علاش عندهم بيت خاص ديالهم فيه جميع المواصفات وعندهم مسرح تيخرجوا ليه الاولاني فيه جميع المواصفات وعندهم مسرح اخر تيمشيو ليه كبير وفيه جميع المواصفات وفيه حديقه الوسط وداخله فيه حتى هاد الجرده هادي اللي قلت لكم اللي باتولي شجره وكل شيء طبيعيه داخله مع المسرح يعني شوفوا اتساع بغيت نكحز لكم هنا باش تشوفوا اتساع شوفوا تبارك الله قداش المسرح اللي كنهضر لكم عليه وهذا المسرح هذا اللي شد هاد المسافه كلها والعلو هاد العلو كله داخل مع هذاك المسرح هذاك غيتحل هاد التوجيه اللي فيه غتحل وغتشرك كلها مع هذا وبتبقى هي طريق قنطره لهذاك الباب شتو بتبقى هكا طريق وتيدوزو من فوقك الطيور من الفوق ديالك هاك
وكيدوزوا للمسرح الكبير ديالهم، واللي بيدخل تيرجع لبلاصه العشاش، لان داك البيت غنردوه كل عشاش ويوليو كاع اللي بيفرخ تيدوز للعشاش، والطبيعه تيخرجوا يعيشوا هنا وياكلوا هنا ويشربوا هنا. شتو الهندسه كي دايره؟ من طبيعه الحال الاخوان نتوما كتسمعوا الجنجين ديك كيصحابكم، هذا الشيء ساهل، هذا الشيء اللي كنهضر عليه دابا انا راه يعني صعيب بزاف وبغى فلوس كثيره، ولكن ان شاء الله غيكون وكنوعدكم بها وقريبا. وتحياتي. المهم الاخوان حيت ساليت دابا باش نطلع نقاد لكم المونتاج هذه الحلقه، نخليو الحوض حتى الحلقه الجايه ان شاء الله ونوري لكم، لانه فيه الخدمه. يلاه جبت الصباغه هيا وجدتها الروبيني باش نبرونشي ديك الماكينه نتاع لافاج تما، باش نعاود الى بيتنا نسيق ونغسل ونعقم. غادي نقادو شجرات ها هما، غادي نهبط نمشي نجيب واحد شجره رمان شي رمانه ولا جوج رمانات. المهم تاع الحلقه الجايه ونوريكم هذا الشيء الاخوان، باش يلا نوجد لكم المونتاج تاع هذه الحلقه هذه، حيت غنطلع نرتاح واحد شويه ونهبط نكمل الاشغال. تير كل مره طمأنيت عليهم في امان الله. تحياتي الاخوان، وانتظروا ان شاء الله الجديد، ونتمنى الجرده المتواضعه حيت راه ماشي هي هذيك اتجاه الاخوان. دابا انا عيطان قاد حيت انا جالس فيها دابا حاليا، اما راه فاش بين قاد الجناب ديالها راه غتولي عالم اخر داك على برا. دابا هي غنديباني ما يبقاش داك لوس اختبان في اتجاهها، نصايب شي حاجه شويه حيت شوفوا الجمال، شوفوا هي محبق، وفاش تشوفوا هاد الوريدات بحال هكا كتحس بالراحه النفسيه. هاد الشيء اللي بغيت ندير في اتجاهها، بين ما نصايب اتجاهها تكون شي حاجه كتحمق ان شاء الله. انا المنزل ديال عاشق الببغاء، المملكه اللهم بارك. انا اللي كنصبغ هذا الشيء الاخوان، انا هو الصباغ. يلا تحياتي، طلعوا لي فراسكم.